أقرأ عليكم رواية من كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي كتاب معروف من كتب السنة ومؤلفه من محدثيهم المعروفين متوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين للهجرة وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 2004 ميلادي بيروت لبنان هذه النسخة هي النسخة التي حققها محمود عمر الدمياطي وهذا هو المجلد الذي يحتوي على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر الروايه اقراها عليكم من الجزء الحادي عشر صفحه ثلاثمئه واربعه وعشرين رقم الحديث ثلاثه وثلاثين الف واربعمئه وثمانيه وثلاثين فهذا الكتاب من اكبر جوامعهم الحديثيه كنز العمال معروف جدا في الوسط السني هذه الروايه موجوده في المصادر الاخرى في مسند الشاميين للطبراني وفي مجمع الزوائد للهيثم الشافعي وفي جمع الجوامع الكتاب الذي يعرف فيما بينهم بالجامع الكبير لجلال الدين السيوطي ماذا جاء في هذه الروايه؟ الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم احياء العرب، ما جاء في هذه الروايه لم يجري على العباسيين في الدوله العباسيه الاولى، فان الدوله العباسيه الاولى انما قضي عليها حينما جاء المغول، هولاكو هو الذي قضى على الدوله العباسيه. هذه الروايه وهذا الحديث يخبرنا عن ان اهل العراق سيواجهون العباسيين مواجهه شديده مثلما قلت لكم هذه الروايه في كتب المخالفين واحاديث كتب المخالفين بالنسبه لي اضعها تحت عنوان النبوة. لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم أحياء العرب فيكون كأشد ما يكون ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر. كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة انها نفس المنطقة التي مر الحديث عنها ما بين الحيرة والكوفة بين ظهراني الكوفة في الكوفة ووسطها وفي الانحاء القريبة منها كاني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفه لماذا على بغلاتهم يبدو انهم يريدون الفرار لا يذهب ولد العباس يعني قبل ان يسقط نظامهم حتى تغلظ عليهم احياء العرب العرب احياء العرب انها قبائل العرب عشائر العرب العرب في العراق ما هم شيعه عرب فيكون كأشد ما يكون ليس لهم في السماء ناصر ولا في الارض عاذر انهم يريدون الهرب كاني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفه فتقول العاتق في خدرها من هي العاتق العاتق انها الشابه التي هي في سن الزواج ولم تتزوج شابه حسناء جميله في سن الزواج ولم تتزوج لربما ينطبق هذا في ايامنا على الطالبات في الجامعات شابات جميلات في سن الزواج ولم يتزوج لانهن مشغولات بالدراسه والدرس او الخريجات اقول في زماننا هذا اذا انطبقت الروايه في زماننا هذا فتقول العاتق في خدرها اقتلوهم قتلهم الله لا ترحموهم لا رحمهم الله فطالما لم يرحمونا هذا المعنى بحسب علمي لم يجري على العباسيين في الدوله العباسيه الاولى فان الدوله العباسيه الاولى انتهت على يد هولاكو ولم يذكر لنا المؤرخون ان تفصيلا بهذا النحو قد جرى على ارض العراق وتحديدا بين ظهراني الكوفه ما حدثتنا كتب التاريخ بذلك ربما قد وقع ولم يكتبه المؤرخون وربما وقع وكتبه المؤرخون لكنما كتب حذف حرف لم تصل الينا تلك الكتب العلم عند صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه لكن بما اننا لا نملك معلومات فاننا نتوقع ان هذا سيكون في العصر العباسي الثاني انها احتمالات اعيد قراءة الرواية عليكم لا يذهب ولد العباس حتى تغلظ عليهم أحياء العرب فيكون كأشد ما يكون ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة في وسط النجف في وسط الكوفة وفي الأنحاء القريبة منها يكثر القتل بين الحيره والكوفه مثل ما مرت الروايات كاني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفه فتقول العاتق في خدرها اقتلوهم قتلهم الله لا ترحموهم تخاطب من تخاطب الرجال الثائرين اقتلوهم قتلهم الله لا ترحموهم لا رحمهم الله فطالما لم يرحمونا هذا يعني ان انقضاضا من الرجال ومن النساء وهذا يعني ان القوم في حاله فرار وهؤلاء الثائرون قد حاصروهم ولذا فان النساء تطالب رجالها ان اقتلوهم قتلهم الله لا ترحموهم لا رحمهم الله فطالما لم يرحمونا حذاري يا حكام العراق حذاري ما انتم يا ايها السياسيون كما يصل الى مسامعنا تلتقون بالفوالين والفوالات وتستمعون الى احاديثهم استمعوا الى هذه الاحاديث خذوها بنظر الاعتبار واصلحوا اصلحوا كفى فسادا اصلحوا لماذا تقودون انفسكم الى الهاويه وتقودون كثيرين معكم الى الهاويه وستكثر القتلى قتلى لا على حق ولا على باطل مثل ما قالت احاديث العتره الطاهره قتلاهم على سواء اية فتنه هذه وبشر الصابرين بشر الصابرين ما هي البشرى؟ خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه يا غائبا يا غائبا عن اهله يا غائبا عن اهله متى متى تقبل راياتك الخفاقه نذهب الى فاصل